السلام عليكم. الموقع دوت هيخلي الناس اللي بتوع الموقع بتاعك يقدروا ان هم يتناقشوا ويتكلموا مع شات جي بي تي، تقدر تحصل عليه فري ديمو، تقدر ان انت تجربه بحيث ان اي حد يدخل الموقع بتاعك ويبدا يتكلم يبدا ان هو يرد عليه، تجيب له الاجابات من شات جي بي تي. في نسخه فري وفي نسخه بمبلغ بسيط خالص على كل سؤال، فهو هذا هيضيف الحيويه للموقع بتاعك. غالبا من الموقع الفتره اللي جايه كلها لا اما هتبقى ذكاء اصطناعي لا اما موضه قديمه والناس كلها هتبعد عنها.